انت ايه يا عاوز انت كمان؟ انا جايب لحضرتك الغدا. الغدا؟ مين اللي بعتك؟ لو حضرتك مش عارفني يا سي مرتضي، انا باسمي، باسمي بنت عبد الرزق الخولي بتاعكم. اه باسمة، تعالي خشي حطي الاكل اللي عندك هنا على الترابيزه، وانت طالعه بقى في الباب وراكي. حاضر. اسمعي. ايه؟ خلي ابوكي يجيب لي خرطوشة سجاير زي دي. زي خرطوشة البندقية يعني؟ بندقية ايه انت كمان؟ خرطوشة، خرطوشة يعني باكو. وبقفلي الباب وراكي. يا اختي، هو ماله بقى حماقي كده ليه؟ حاضر يا بيه. وبعدين بقى مفيش حل للناموس ده؟ حل ايه يا سعادة البيه؟ صرفها يعني، ولا سايبينه يرجع كده زي ما هو عايز زي بتوع الحراسة؟ بكره اتعود عليها سعادة البيه. يا مشيت ابو الحاج، ده انا دكتور السبع دخان على ما اعترف بعلبتين الدخان دول. ليه بقى؟ تكونش السجاير كمان حطوها تحت الحراسه؟ لا 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 ابدا مفيش حاجة. اشرب واستمخ. بقول يا سي مرتضى، ما تجرى صنف الدخان بتاعنا، على الأقل مرطط في السوق وسعره على قد الحال. أنت بتقول إيه يا جدع أنت؟ عايزني أنا أشرب من السجاير بتاعتكم؟ ليه؟ تجننت؟ لا يعني أنا أقصد قصدك إيه وبتاع إيه؟ إذا كانوا على القرشين اللي صرفتهم بكرة هرميهم لك على الجزمة. أستغفر الله العظيم يا سعادة البيه. وش ده ابو الحاف؟ انا ما اقصد. يا سلام، ده احنا بنتلافي من خيركم يا سعاده البيه. انا يعني بس انت بس ايه؟ عايز كمان تتدخل في مزاجي؟ والله يا عال دي هزلت. ايه ده؟ مين ده اللي عدى بعربيته؟ الله، وحضرتك مش فاكره؟ ده عبد الله بيه بهنس. بهنس؟ وايه اللي بيجيبه هنا في شبرمنت؟ ما هو فضل خيرك اشترى حته ارض هنا من بتوع الحراسه وبنى عليها سرايا، انما ايه حاجه تشرح القلب. وعين الواد مدبولي ابن عم عبد المحسن عينه غفير عليها، وبيديله ماهيه في الشهر 10 جنيه. بقول لك يا سي مرتضى، لما انا اعلمك دي ما توصل لحد بهنس بيه. ليه؟ انت ليك عنده طلب؟ لا مش عشاني، ما عشانك انت. اه برضه يشوف لك صرفه ويفك دلتك. انت تهبت في عقلك يا راجل انت؟ عايزني على اخر الزمن اروح اشحت؟ استغفر الله العظيم يا بيه. انا غلط يشوف لك شغلانه، اصله من الداخل ويعرف كبارات البلد. طب ده ياما مرحوم ودك خادم وجرأه بجمايله. طب انكتم بقى، ومره تانيه مش عاوز اسمع منك موضوع زي ده. فاهم؟